السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، اليوم درس ديال تأثير الإنسان على البيئة، لانفلونس دو لوم. المنير العلمي الرابعة، الطبعة الجديدة، كراسات المتعلم والمتعلمة. غادي نديرو إن شاء الله هاد الحصة هادي، والهدف منها أننا نوضحو التأثيرات أو تأثير سلوك الإنسان على البيئة، واش التأثيرات الإيجابية والتأثيرات السلبية. يعني غادي نوضحو تأثيرات الإنسان على البيئة، l'influence de l'homme sur l'environnement. اولا، الاحظ واتساءل في تفاعله مع البيئه. يقوم الانسان بسلوكات تؤثر سلبا عليها، كما بامكانه كذلك ان يقوم باخرى ايجابيه تشاهه. اتساءل، كنلاحظوا الوثيقتين 1 و2 شنو كيبان لنا فيهم؟ كنشوفوا على ان الوثيقه 1 تشجير ديال الاشجار، يعني مجموعه من الاطفال كيشجروا كيديروا تشجير ديال تيغرسوا واحد الشجره. والصوره الثانيه كنلاحظوا النفايات في احد الاوديه او لا مجاري المياه. اتساءل، السؤال اللي كيتظاهر اللي كيتبادر للذهن ديالنا هو كيف يؤثر الانسان على البيئه سلبا او ايجابا ثانيا، انجز نشاط 1 لمعرفة بعض التأثيرات التي تسببها انشطة الانسان على البيئة. نقترح الصور التالية. اتمم الجدول. قلنا النشاط 1 لمعرفة بعض التأثيرات التي تسببها انشطة الانسان على البيئة. نقترح الصور التالية. ان 3 ديال الصور. أتمم الجمل أسفل الصور مستعملة ما يلي: تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة. الصورة الأولى، أن يؤدي رش المبيدات يؤدي إلى تلوث التربة. لأن المبيدات مضرة للتربة. أما الصورة الثانية فنلاحظ خروج دخان من أحد المصانع، يعني يؤدي طرح أدخنة المصانع إلى تلوث الهواء. تلوث الهواء. والصورة الأخيرة كنلاحظوا على أنه يؤدي طرح النفايات في الأودية إلى، يعني كنطرحوا هادو كيطرحوا نفايات في الأودية. ماذا يؤدي طرح نفايات في الأودية؟ يؤدي إلى تلوث الماء. نشاط رقم 2. تمثل الصور بعض مظاهر تأثير الإنسان على البيئة. أكتب تحت كل صورة تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. نرى الصورة السادسة فيها الرعي الجائر، يعني الرعي الجائر تأثير سلبي على البيئة. الصورة رقم 7 تنقية الماء العادمة. تنقية يعني واحد التأثير اللي هو إيجابي، لأننا تتم تنقية المياه العادمة، تأثير إيجابي. حرائق الغابات 100% تأثير سلبي. محمية ديال الصافية في إقليم أوسرد، يعني هذه محمية لحماية الحيوانات، يعني تأثير إيجابي. أما الصورة رقم 10 فهي تلوث البحيرات. هذا التلوث ما هو إلا تأثير سلبي على البيئة. هذا هو المحتوى ديال الصفحة رقم 14 من المنير في النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. إذن إن شاء الله إلى الملتقى باش نكمل تتمة الشرح ديال تأثير الإنسان على البيئة إن شاء الله، ديال الصفحة رقم 15
غادي نزلها عما قريب ان شاء الله تابعه لهاد الصفحه هذه. وشكرا لكم على التعاليق الايجابيه ديالكم، شكرا لكم على لي لايك، شكرا لكم على التشجيع ديالكم وعلى سبسكرايب، شكرا جزيلا لكم.